روح للزمالك والناس اللي سألت على صفقات الزمالك. شن الناس اللي بتسأل؟ يا أستاذ فاروق سعدة، رجعنا لك مرة تانية. مساء الفل. حضرتك كل جمهورك الكريم، نبدأ من الصفقات في الزمالك، الناس بتسأل عليها، ولا عندك أخبار تانية غير الصفقات؟ لا في النهارده الغريب ان من شويه الزمالك اعلن ان في 3 لعيبه من عنده راحوا البنك الاهلي، والبنك الاهلي اعلن ان اسلام جابر راح رسمي، خلاص رسمي اللي هو اشرف نصار، كمان اسامه فيصل تم تمديد الاعاره لموسمين، كمان حمدي علاء لاعب نادي الزمالك راح اعاره موسم من الزمالك لنادي البنك الاهلي، ولكن الغريب لم يتم الاعلان اذا كانت الصفقه بمقابل مادي او في لعيبه هتروح من هنا لهنا. لا، اللي هو اشرف في احمد ياسين بيقترب من الزمالك، وفي مفاجآت، ولكن لن يتم الاعلان عنها رسميا. ولكن الامور كلها مرتبه ما بين مرتضى منصور والمشرف العام على الكره امير مرتضى، وما بين اللي هو اشرف نصار ومسؤول البنك الاهلي. هي المشكله اللي هو اشرف نصار بعد ما خرج بيسالوه بيقولوا له انت، او بعد ما تم الاعلان فصلوا عليه في احد القنوات بيقولوا له طيب كده احمد ياسين وناصر منسي، قال لا ما فيش حد لاحمد ياسين ولا ناصر منسي وما فيش اي حاجه، دول احنا خدناهم من نادي الزمالك باتفاق وما رضيش يقول على اي تفاصيل، ما رضيش يقول هل في لعيبه بفلوس مش فلوس. انا بقول لك هيكون في تعاون ما بين الفرقتين، وهيكون في اعلان في الوقت المناسب. اكيد انا توقعت كده برضه، قلت هو اكيد مش هيعلن دلوقتي لغايه ما يتفقوا على كل حاجه، وبعد كده هيتم الاعلان عن الموضوع كله مره واحده. تمام. في نادي الزمالك برضه فيريرا اجتمع مع اللعيبه النهارده، وكان في اجتماع قوي مع اللعيبه النهارده، نزل مران واتكلم معاهم على ان الفتره اللي فاتت خلاص ننساها وعايزين نركز، او مباراه الاهلي ننساها وعايزين نركز على مباراه البطل تشاد، المباراه اللي في الكاميرون، والمباراه دي بدايه الطريق الافريقي، ولازم يبقى الزمالك واضح، ولازم يبقى الزمالك ياخد البداية كده من الاول، انه يدي رساله للجميع ان انا موجود وجاي انافس على البطوله، وطالب من الجميع ان هو يبقى على قدر المسؤوليه، وان الجميع يبقوا جاهزين للفتره اللي جايه، لانه قال انا عندي كل اللعيبه سواء، ما عنديش لعيب احسن من لعيب ولا عندي لعيب اهم من لعيب، وده يمكن اللعيبه كلها خدته يعني ايه بصوره ان كل متحمس وعايز يبقى بالتشكيله، وقال انا هلعب بالموسم الجديد، ما فيش حاجه اسمها عندي تشكيله ثابته، اللي هيبقى الاجهز هو اللي هيبقى معايا على طول. طبعا صوره محمد صبحي اللي حضرتك عرضتها في المران دي، هو نزل معاهم المران النهارده والكلام كله بقى عليها دلوقتي، ولسه بقى نشوف الدنيا رايحه لفين.